الفولي بيعدي من وسط اثنين، عدى الفولي لو لعب لمغربي طمع في الكوره، لكن مصطفى يا ولد، مصطفى السيد حارس المرمى يطلع ما فيهاش حاجه. في 13 مباراه قدر يحقق الفوز 8 مرات، اكتر فريق فاز في المجموعه الثالثه، ادي الكوره لكن توصل سهله عند مصطفى السيد. اكتر فريق فاز 8 مرات، اتعادل 3 مرات وخسر يا ولد. نادي الرجاء ومحاولات اخيره للعوده للقاء، هشام فتح الله متخصص الكور الثابته ممكن هو اللي يلعبها، هشام حلوه الكوره حلوه ناحيه الشمال عند اسلام الفولي، هشام فتح الله على العرضيه على القائم البعيد لكن يغلب ويتقدم اسلام الفولي يعدي لكن البينيه حلوه، ابراهيم رخا حلوه، المغربي تترد فرصه لكن دفاع دمنهور في العرضيه يلعبها تترد مره ثانيه، ابراج دمنهور وادي التسديده والله حلو والله حلوه التسديده، اسلام الفولي هيفكر في التسديد، الفولي تسديده حلوه حلوه حلوه، مصطفى السيد يحط ايده فيها ويطلعها ضربه، كره عرضيه بالبوكس على طول يطلعها مصطفى السيد لكن يلحقها هشام فتح الله ويرجعها على خط ال 18، ابراهيم رخا ابراهيم رخا يلعبها ناحيه اليمين عند المغربي، عايز يلعبها بذكاء في المرمى